أعزائنا المشاهدي قناة بلدنا الأصيل، أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. يسرنا كما يسعدنا أن نلتقي مرة أخرى بشخصية اختصاص طب، وهو الدكتور ممتاز منصور. أهلا بك دكتور، ومرحبا في قناة بلدنا الأصيل. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. بالطبع دكتور اختصاص الطب العائلي من جامعة ديفيس في كاليفورنيا. دكتور بالطبع الغاية من لقائنا اليوم هو حديث الساعة، وما هي ملابسات اللقاح وما ملابسات الفلو فاكسين، وما هو أوجه التشابه أو ما شابه ذلك. سؤالنا الأول دكتور، لماذا على الناس أخذ فلو فاكسين، وكم نوع من هذا اللقاح موجود؟ أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. أريد أوضح بعض الأمور على الإنفلونزا فاكسين اللي هو متوفر حاليا من تقريبا 2004 إلى حد الآن، وهذا الفاكسين أثبت الجدارة بمنع أو تخفيف من أعراض مرض الإنفلونزا الفتاك. يجب أن تعرفون أنه كل الزين قبل وجود الفاكسين كان أكوش ناس هواية يدخلون مستشفيات ويدخلون ICU وقسم يموتون هواية بسبب قوة الفيروس في الجسم. فالفاكسين أولا ينطي مناعة للجسم ما بين 40-60%، يعني رفل 50%، وهاي المناعة تظهر للمريض تقريبا after 2-3 weeks للجسم، وتطول حوالي 6 شهور للمريض أنه تنطي له المقاومة. ومو بس أنه تنطي المناعة، حتى إذا صار عنده الالتهاب مال الإنفلونزا فرح يكون الالتهاب أخف درجة من ما هو موجود بذات اللقاح. قد تسأل أنه ما هو أحسن وقت لأخذ الفاكسين بالنسبة لنا؟ أحسن وقت ممكن نأخذ الفاكسين حسب التوصيات CDC هو نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر، لأنه الفلو سيزن عندنا يبدي بجانيوري فبريوري، فأقلها يكون كفر بهاي الفترة من نطيء اللقاح بهاي المنطقة بهاي الاريا. ناو سألتني سؤال آخر أنه ما هي أنواع الفلو فاكسين. الفلو فاكسين كما موضح بالشاشة يتكون من نوعين بروتين، هو الـ H والـ N. هاي البروتينات الـ H والـ N هي الأحماض الأمينية الموجودة في داخل الفيروس اللي تولد القوة مال الفيروس. فاللقاح اللي متوفر حاليا عندنا هو إما راح يكون inactivated vaccine اللي هو ننطي الفيروس نفسه إلى الشيك إمبريو، يعني الجنين مال الدجاج، ونستخلص من عنده الفيروس بقوته ونقتله بالمواد الكيميائية وننطي هذا الفاكسين حتى يولد بروتين، حتى البروتين اللي بالفاكسين يولد أنتيبادي داخل الجسم. How the vaccine it works. فأكوش الانكتيبيتد فاكسين أكوش عبارة عن فاكسين ثلاثي وفاكسين رباعي. الفاكسين الثلاثي هو راح يحتوي على انفلونزا A 2 سترينز وانفلونزا B 1 سترين. الفاكسين الرباعي يتكون من الانفلونزا A 2 وال B 2. هذه هي أنواع الفاكسينات، هذه الانكتيبيتد. وكش ريكومبنت فاكسين، هذا الفاكسين اللي ما يتولد عن طريق الجنين الدجاج أو الفراخ، وإنما يتولد بطريقة بايو كيميائية ويتولد هذا الفاكسين. وكو فاكسين ثالث اللي هو الفاكسين الأكتيف اللي هو
الفاكسين النشط، وهذا موجود فقط بالنيزل سبري اللي هو نيزل فاكسين، وهذا ينطو الى اعمار معينه والى سبيشال بيبل حتى يولد مناعه قويه بنفس الوقت. فملخص الكلام، اكو عندنا ثلاث انواع فاكسينات، الفاكسينات اللي انكتف فاكسينز اللي هي الخامله، والفاكسين الريكومبنت اللي هي متصنعه، والفاكسينات الفاكسين اللي هو عن طريق النيزل سبري اللي هو نقدر نقول اللي هو اكتف فاكسين. مشكور دكتور. دكتور، هناك السؤال يرتبط بالسؤال الاول، انه الى اي عمر ياخذ اللقاح، او ما هي وبعدين ما هي عوامل منع اخذ اللقاح في بعض الحالات؟ اوكي، الجزء الاول من السؤال انه اي عمر ممكن تنطي اللقاح مال الفلو. يوجوالي according to the CDC requirement اللي هو المصدر الرئيسي لكل الطب اللي موجود في امريكا اللي هو Center of Disease Control CDC، انه اللقاحات النطي من عمر ال 6 months فما فوق. ليش؟ لانه قبل ال 6 months اكوش عند الطفل مناعة ضد الفيروسات، حالها حال اني لقاح ممكن ننطيه. لذلك معظم اللقاحات ننطيها ليشي عمار مو رأسا اول من يولد الطفل، لانه عندهم مناعة من الام فما فوق الى اي عمر يرجون، ماكوش عمر محدد نقدر نقول انه الى هالعمر يوقف. بس المفضل انه اكوش انواع خاصة من اللقاحات تنطي بعد عمر 65 اللي هي تكون هاي دوز فيرال لود، بيكوز انه تولد انتي بوديز اقوى واسرع. هاي ينطوها العمر فوق 65، اولا العمر مالتهم، وثانيا يكون عندهم امراض اخرى مصاحبه، امراض قلب، امراض رئه، امراض كلى وهكذا. فلذلك الاعمار تختلف. اكو شيء واحد مهم ذكرنا على النيزل سبراي فاكسين اللي هو الاكتف فاكسين، هذا ينطي للأطفال يبدون من عمر 2 years. جوا 2 years ما ينطي، وما ينطي للحوامل. الحوامل يأخذون اللقاح الفاكسين يس الأكتف فاكسين، بس الأكتف فاكسين نيزل سبراي ما ينطي. يبقى سألة النصف الثاني من السؤال أنه ما هي الأسباب اللي تمنع هذا الفاكسين؟ هذا هي خاص سؤال، لأنه حسب الـ experience اللي صار عندنا من اللقاح اللي بدأ من 2004 إلى هسه، مثل ما قلت أنه الفاكسين يربى في جنين الفراخ، في الفراخ مع الدجاج، فلذلك المرضى اللي عندهم حساسية من البيض الحقيقة كانت قبل بالبداية أول ما طلع يمنعون هذا الشيء، بس هسه حاليا لوحظ أنه 1.6 من مليون بيبل يصير عندهم الحساسية اللي هي قوية من البيض. وحتى إذا عندهم حساسية من البيض يفضل أنه هيك مرضى ينطوهم الفاكسين ميديكال سنترز متوفرة العلاجات الخاصة بالحساسية إذا تولدت. فهذا السبب هو مو كلش سبب قوي لمنع إعطاء الفاكسين. أكو سبب آخر هم، يعني بعض الأحيان مرضى اللي سيأخذون اللقاح يصير عندهم بعض المضاعفات العصبية مثل شلل جزئي بالأطراف السفلى وغيرها اللي يسموه بالإنجليزي جيلنبري سيندروم، وهذا هم رير يوصل إلى 1.3 بكل مليون. بس المرضى اللي صاير عندهم هيك شيء مضاعفات وهذه، من المفضل أنه تحذيرات لأخذه بسبب هذا الشيء. الشيء الثالث أنه المرضى اللي صار عندهم مضاعفات من الفاكسين من أخذه سابقا، بعض الأحيان يصير عندهم مفاصل قوية أو وعكة صحية قوية، ممكن أنه
يستبدلون عن اللقاح باحتياطات أخرى. والسبب الرابع أنه بس هذا خاص للنساء الحوامل أنه ممنوع يأخذون اللقاح الحيوي. نعم. هذه هي الأسباب اللي نعم. أعزائنا المشاهدين فاصل ونعود مرة أخرى. مرة أخرى نلتقي بالدكتور ممتاز. دكتور، كما تعلم في السابق أو قبل عشرات السنين كان هناك أوبئة بظنها الجدري والكوليرا والنكاف وما شابه ذلك، وهذه كلها كانت أيضا أوبئة، بس كان اللقاح يأخذه مرة واحدة يتحصن به جسم ويمنع تكرار هذا الوباء لشخص اللي يحمل اللقاح. لماذا بالذات يعني لقاح الإنفلونزا لازم كل سنة الشخص لازم يأخذه؟ والميكروبات اللي داير مدايرنا واللي هي ميكروبات الفتاكة من ما نولد إلى أن نكبر بالعمر هي معظمها فيروسات، من ضمنها كمثال ذكرت أنه الجدري وغير الجدري. اللقاحات هي عبارة عن تحفيز الجسم على توليد الأنتيبوديز ضد هذا الميكروب. وما أحسن الحظ أكش يعني أمراض تقريبا اختفت بسبب الفاكسين كمثال الجدري. الجدري كان هذا في بلدنا ينطون شرخ بالزند وتقريبا هسه اختفى خلال السنين الأخيرة. ونفس الوقت البوليو اللي هو شلل الأطفال، إيش قد أكش عندنا ناس يعانون من شلل الأطفال وفي طريقة إلى الزوال، كل هذا بسبب تواجد الفاكسين اللي هو يشتغل ضد هذه الأمراض. تبقى تسأل سؤال أنه ليش الإنفلونزا فاكسين دينطي كل سنة؟ الإنفلونزا فاكسين دينطي كل سنة لأنه عنده قابلية على الميوتيشن اللي هو تبديل جينات بسرعة. هذا التبديل يصير لأنه كأنه عند إشارة أنه تولد نأخذ فاكسين وهذا الفاكسين راح يقاومك فتولد أشياء مقاومة ضده اللي هي الفاريشن بالجينز. فلذلك الفاكسين اللقاح الفيروس اللي متوفر قبل السنة داير ما دايرنا هو مو نفس الفيروس اللي هو موجود هالسنة. بي variation مثل ما ذكرت أنا قبل شوية أكوش two proteins هو ال H وال N protein مثل ما موضح بالشاشة. ال H وال N protein هذول البروتينات الاثنين بيها نسب معينة بكل فيروس. كمثال أكوش الفيروس H1N1، هذا الفيروس كان متوفر في 2012 و13. أكو فيروس كلش فتاك H3N2، هذا موجود باللقاح مالتنا. هذا هم جاء فترة انه تواجد دار مدايرنا وفتك بهواية ناس بهذا السبب. لذلك انه احنا كل سنة لازم نعرف انه شنية قوة الفاكسين ويا بروتين يحمل حتى نولد اللقاح المقابل له. بينما الفيروسات الباقية ما عندها هاي القابلية. بس هذه المجموعة اللي هي مجموعة الكورونا فيروسز من ضمن الإنفلونزا A والإنفلونزا B بها قابلية على الميوتيشن يسموها أو التبديل الجيني داخلها. الشيء الثاني أنه ذكرت في بداية الكلام مالتي أنه قابلية توليد الأنتيبوديز مقابيل الفيروس تاخذ لها اقصى شيء 6 اشهر وبعدين
تضمحل وتتأكل من الجسم بالجهاز اللمفاوي الموجود عندنا. لذلك نعتبرها فترة فترة السبرينج هي الفترة اللي ما بيها أنتيبوديز في داخل جسمنا، ونبدأ نحضر هذا الأنتيبوديز as much as we are approaching ال viral season or flu season. So هذا هو السبب إنه ننطيها سنويا. دكتور what about flu nasal spray؟ The flu nasal spray مثل ما ذكرت في بداية الكلام أنه هو نوع آخر من أنواع الإنفلونزا فاكسين توفر في أمريكا خلال 3-4 سنين الماضية. وهذا الفاكسين هو active vaccine، الفيروس نفسه مو مقتول. فهذا الactive vaccine ما ننطيه إحنا في داخل الجسم، ننطيه عن طريق النوز. ينطي كمية 0.5 ننطي بالرايت وبالليفت نوسترل، والمريض يستنشقها. بعض الأحيان يسألون سؤال أنه إذا المريض عطس وراها، حتى لو عطس ما مشكلة، المهم سحبها، انسحبت هي. فهذه تروح في داخل الجهاز الهضمي ويصير الامتصاص ويصير الرياكشن. So هذا one of the strong vaccination usually الأطفال اللي يستفادون من عنده لأنه يخافون من الأبرة. بينما هذا دواء أكتب عن طريق النوز وينطي مقاومة أخرى جيدة. بس مثل ما قلت لك هذا اللقاح يبدي من عمر السنتين فما فوق إلى عمر 48 إلى 50، وممنوع إعطائه إلى النساء لأنه بأكتب فاكسين. نعم دكتور، حتى نختم موضوع الفلو اللي هو الانفلونزا وندخل موضوع ثاني، استراحة قصيرة أو عودة إليكم مرة أخرى. عودة أخرى مع الدكتور ممتاز في الشق الثاني من اللقاء، وهو موضوع الساعة واللي عندنا ملابسات لقاح فيروس كورونا. دكتور، كما تعلم أنه عمت الفرحة في عموم في عموم الأرض، والناس فرحت باكتشاف فيروس لقاح لفيروس كورونا اللي هو فاكسين. لماذا يتجبجب أو هنالك ردود فعل أو هنالك قلق من أخذ اللقاح؟ Well, بالنسبة للقاح مال كورونا أو كوفيد 19، اللقاح هو لقاح جديد لأنه الفيروس نفسه هو فيروس جديد. ما نريد نروح نتعمق أكثر بالداخل. الإنفلونزا فاكسين هو عبارة عن نطفة من الفيروس تأخذ وتعطى للجسم وهي inactive وتولد antibodies للجسم. بينما الكوفيد 19 فاكسين هذا تكنولوجيا جديدة، أنه الفاكسين الكوفيد 19 إذا تعرف الشكل مالته مثل ما موجود بالشاشة، هو عبارة عن كرة محاطة بسبايكس مثل شناديخ أو فالفاكسين هو عبارة عن مادة أمينية اسمها messenger RNA تحقن للجسم وما تخش داخل الخلايا مال الجسم، بس ممكن تولد أنتي سبايكس عكس هذه الشندوخات اللي موجودة وتمنعها من أن تتصل بالخلايا مال الجسم. Very nice. It's very good. ما له أي تأثير؟ ما له أي تأثير على الجسم في الداخل. نعم. يبقى أنه تسألني أنه ليش الناس تتجبجب من هذا الفاكسين؟ أولاً لأنه هو فاكسين جديد، مثل ما 2004 و5 من نشأة الفلو فاكسين كانوا الناس يخافون من عنده. نعم. بعدين من قاموا الناس كلها تاخذه وكل شيء ما صار عندهم. لا تنسى أنه كل فاكسين يسوي بعض الأعراض الجانبية. نعم.
كلوكال أشياء، يصير عندك ألم بالمنطقة اللي انضرب بها، بعض الأحيان حكة، بعض الأحيان تورم، وأمراض وأعراض أخرى جسمية، تصير عندك سخونة، وجع رأس، بعض الأحيان لعب النفس، خمول بالجسم، هذا يصير خلال يوم يومين ثلاثة وتروح، هذا حال أني فيروس. فأعراض جانبية ما متوقعة. الأشياء اللي تخوف منها الناس واللي لحد الآن يعني ما هي كلش واضحة، بس ممكن نلخصها بقسم منهم يقولون ها هذا الفاكسين مدخلين به مواد جينية مجينية خاصة للسيطرة على الجسم والكنترول، هذا ما له في المرجع علمي. الشيء الثاني، الشيء الوحيد اللي هو هذا الفاكسين حاليا، انه صار عليه استدي على الجسم الانسان، والاستدي يخش بثلاث مراحل، بس ما سووا استدي انف على الحيوانات، لانه ما صار لكم مجال، لانه العالم كله بحاجه الى توليد هذا الفيروس بسرعه. نعم. فلذلك التجبجب مال الناس، انا كطبيب وعندي مرضى هوايه واسالهم، يقولوا لي خلي يجربون غيري، يلا عرفاني الى اخر. يعني عفوا دكتور، تقصد لذلك سرعوا بكشف اللقاح؟ وهي هم تسرعوا، بس لاسباب مو 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 الاسباب هي مو راح تقلل من فعاليه الفيروس. نعم. تسرعوا الفعاليه مثل ما هسه يسوون المرستدي، بس اقلها الفيروس هو موجود، الفاكسين هو موجود. نعم. يعني دكتور، احنا نقول نشجع الناس ان تاخذ الفاكسين وماكو اي خطوره على صحتهم. الى حد الان المعلومات الموجوده انه الفاكسين المفروض ان ينخذ وينطي بروتكشن. اول جرعه تنطي بروتكشن حوالي 50 الى 54%، والجرعه الثانيه بعد 3 اسابيع. اذا هو كان مال فايزر او مدرنا، الجرعه الثانيه تنطي 94-95% بروتكشن، بينما الفلو فاكسين ينطيك 40% الى 45%، روح 50%. نعم. بينما هذا اقوى بهوايه، لان التكنولوجيا مالته سريعه. نعم. بس لا تنسى الفاكسين الصيني والفاكسين مال غير دوله برودكشن ما يحوي هذا البرودكشن. نعم. يعني دكتور العفو، العمليه اللي راح تصير انهم ياخذوا الفاكسين، انه الفيروس بعد ما يقدر يخترق الخليه حتى يكون كائن حي ياخذ الاكسجين، فلذلك يزول. هو من يدخل الفيروس الى داخل الجسم، اكو شيء الانتي سبايكس انتي بوديز تجي تشلب بالسبايك، تمنع انه هاي السبايك تلزق بالخليه مال الانسان. هو ايش يصير؟ ده يصير انه تبدي هذه تدخش بالجهاز التنفسي، توصل اللي يسموها الفيولر سيلز باللنج بالرئه، وتشلب بيها وتدخل داخل الخليه، والخليه تقوم تولد الفيروس. وتولي انه تاخذ اكسجين، الفيروس ياخذ اكسجين طبعا ويصير حي. فهذا اللي يصير. فهذا الفيروس، هذا الفاكسين ده يمنع الفيروس ان يلتصق بالخليه حتى لا يدخل داخل مال الجسم عن هالطريق. نعم. Which is the best. نعم. دكتور، تتوقع هل هي نهايه لفيروس كوفيد 19 من خلال هذا اللقاح، ام هناك طفرات نوعيه قد تكون تفقد السيطرة عليها؟ والممكن أنه الفيروس يولد انتيجينيك فاريشن مثل ما قلنا بالفلو فاكسين، بس حتى الانتيجينيك فاريشن الفاكسين يشتغل عليها. إذا سمعت هسه بإنجلترا أكوش انتيجينيك فاريشن موجود بحيث يولد انتشار سريع للفيروس، ولا هو بدرجة أخف، بس لا زالت حتى هذه الفاكسين discovering it. نعم. يبقى هل هذا راح ينهي وجود الفيروس نفسه؟
بالضبط مثل الانفلونزا فاكسين، هي كلها الانفلونزا فايروس هي كلها اندر وان كاتيجوري، الكورونا فايروس حتى السارز والغير والغير وال والما الطيور كلها هي تابعة على نفس الجروب مال الفايروس. فهذا هذا الفايروس ما راح يموت نهائيا. ليش الانفلونزا فايروس مات؟ لا هم انا متوفى موجود بس اكو مضادله، اكو مضادله، فالفيروس راح يبقى متواجد داير مدايرنا. نعم. بس الفيروليتي ماله القوه مالته والانتشار ما راح يكون اقل. نعم. شلون يعني؟ يعني من الفاكسين موجود ودخل الفيروس، اذا الفاكسين مولد انتي بوديز قويه للجسم وبكميه زينه لود زين راح يمنع حدوث الفيروس. او اذا سوى انفكشن داخل الجسم اقلها الانتشار من شخص الى شخص راح يكون اقل. يعني وهي هاي مشكلتين الوحيده اللي نعاني منها. قصدك العدوى؟ العدوى انه قوه الفيروس. نعم. وانتشار الفيروس. نعم. هي هالاثنين هي اللي تاثر وهي اللي مشتهر بها هذا الفيروس. دكتور طبعا مشكور على التوضيحات القيمة اللي راح يستفاد منها المشاهد. دكتور بالطبع هذا الوقت في هذا الوقت أنه أكثر الناس يروحون يفحصون عن كوفيد 19. نعم. ودي يقولون أكثر من 90% ينتون نتائج بوزيتيف وقليل منها نيجاتيف. هل هناك صحة بهذا الموضوع؟ أوكي. لو أكو دقة بالفحص. أوكي. المشكلة هنا هو القلق اللي يصيب معظم الناس. أنا واحد من العائلة مالتي سواء كان عايش وياي أو عايش خارج البيت صار عنده كورونا بوزيتيف. أنا بلا ما يصير عندي سيمتمز، بلا ما يصير عندي قمت رحت سويت فحص اللي هو الرابيد تيست اللي هو الأنتيجين تيست، أو يسوون البي سي آر اللي هو أنذر تيست، هم الاثنيناتهم عن طريق ال عن طريق النوز، شرخة النوز. فاللي دا يصير انه الفيروس لما يظهر السيمتمز يراد يتكاثر بالجسم، من يتكاثر بالجسم يولد انتيجينز بكمية كافية انه يقدر الريجنت اللي نسويه احنا يكتشفها. فاللي دا يصير انه بعد ما متولد كمية كافية من الانتيجين دا نسوي التيست فيطلع نيجاتيف، هو اوريدي عنده صاير بعد 4-5 ايام عيد التحليل يطلع بوزيتيف. نعم. هذا اللي يسموه فولس نيجاتيف. يس. هذا يسموه فولس، يعني هو نيجاتيف بس هو فولس. حتى بالبي سي ار من تسوي راح تسوي الفحص انت بس النتيجه مالته تطول يومين ثلاثه، بس هو اول تالي انت ماخذ السواب والفيروس ما موجود بكميه كافي. نعم. فلذلك انه يحتاج فتره للفيروس ان يولد الانتيجين اللي ممكن الى 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 نسبه معينه يولد البوزيتيف تيست. نعم. دكتور قبل ما ننهي اللقاء وهذا البرنامج احب اسالك انه عندك اي سؤال او تحب او اي معلومه تتوضحها ما سالتك بها؟ يعني قد تقول لي انه هل الفلو فاكسين يساعد على الوقايه من الكوفيد انفكشن نفسه؟ هو لحد الان ما مسوين مثل هذا الاستدي، ما عدا استدي واحد بالبرازيل فلينت اند هيز كوليج. They did the study على آلاف المرضى، لاحظوا أنه الفلو فاكسين هو مو يمنع من الكوفيد انفكشن، بس إذا صار كوفيد انفكشن راح يكون بأقل درجة. نعم. وهذا فشيء مفرح يفيد الفلو فاكسين. سؤال الآخر ممكن تقول أنه هل ممكن أن نأخذ اللقاحين في عين واحد؟ Why not؟ كل واحد فيروس شكل، وكل واحد عنده انتيجينز اخرى موجوده يفعل بشكل. نعم. دكتور طبعا السؤال خطر ببالي ان احب اسالك به انه في حاله انتهاء من هذا الفيروس
في رأيك وحسب الأخبار اللي احنا نسمعها أن هنالك ولدت فيروسات أخرى، يعني ما صحت هذا الكلام؟ قصدك يعني فيروسات جديدة؟ جديدة نعم. Well, وأكثر خطورة وأقل خطورة، يعني نسمع هذا الخبر. Well, هو من نشأة الفيرولوجي والفيرال إنفكشن. موجودة، إذا أنا هسه أنطي لك إحصائية على جد أكوش فيروسات ما تصدق. نعم. أكو فيروسات كلش هواية. وأكو فيروسات مو ما مكتشفة. نعم. أكو فيروسات في أفريقيا. الفيروس مال إيدز. نعم. والغير والغير. ما جاءت مكتشفة هذه. بس بتلامس الإنسان بالحيوان والظروف اللي الإنسان يعيشها في بعض الأماكن. نعم. تكون في جو رطب لتوليد أو لتكاثر الفيروسات. بس هي الفيروسات اكو فيروسات بس نقراها بالكتب. نعم. بس اكو موجوده هسه. هي موجوده. هسه موجود. بس تاثيرها قليل لذلك ما انتشرت. تاثيرها قليل والاصابات قليله. نعم. لذلك ما انتشرت، بس هم اكو هوايه فيروسات ما ممكن يعني اكو اذا عد لك اياها بالمئات. نعم. عدد الفيروسات اللي هي كومن عندنا لقاح لها. هسه من تروح لبعض الدول، اكو بعض الدول ما يقدر توصلها اذا ما تاخذ الفاكسين مال الفيروس المنتشر هناك. ما يقدر تدخل بهذيش الدوله. Yeah. نعم. يلو فيفر فاكسين سامع بي؟ نعم نعم. لا ما سامع. هذا كمثال. اكو دول في امريكا الجنوبيه وفي افريقيا لازم تاخذ هذا اللقاح. اكو لقاحات تسوي انواع من انواع السحايا. هذه من كلش نادر عندنا، بس هي متوفر موجودة بغير أماكن غير دول. Yeah. دكتور، بس حبيت أسألك سؤال عن أنه هل سيكون اللقاح إجباري؟ تصور أم هنالك أماكن ما يخلون الناس يدخلون بها لأنه إذا ما عنده تصريح أنه ما أخذ فاكسين؟ هو وتواجد أو إعطاء اللقاح ونطولك هوية أنه أخذت اللقاح. نعم. راح أوفر لك for the next few months protection زين مقابل الكوفيد infection، بس ويا هاي restrictions اللي موجودة أنه من تريد تروح تسافر لازم عندك شهادة، تروح تحضر لك لعبة لازم عندك شهادة. هذا كل ما في الأمر ده ينطي أكثر protection. يعني أني ويا التعليمات اللي صادرة بالأخير عن قبل ولاية كاليفورنيا ونيسن أباد الحجر والمحافظة على لبس الكمامات والمهادي، أني 100% ويا هذا الشيء، لأنه الإصابات في كاليفورنيا ما تعرف شلون صعدت مؤخرا. رقم قياسي. رقم قياسي ورقم مذهل ورقم مخيف. مخيف نعم. مخيف. لذلك الشيء أو الرادع الوحيد أنه الانعزال. نعم. والانعزال يتم بهاي أشياء. انعزال عن طريق النفس، عن طريق اليد، عن طريق أي شيء. نعم. So ما تعرف بالضبط إيش. إلى حد الآن إحنا جهلاء هواية عن كيفية انتقال هذا الفيروس. نعم. وشلون ينتقل الفيروس وش راح يسوي. بس احنا نحاول بقدر الامكان ان نتمنع. نعم. بقدر الامكان. طبعا ما تفضل به الدكتور، طبعا هذه نصيحة لكل ابناء جاليتنا الموجودة في سان دياغو. نقول اخواني ارجو الحذر، يعني اللي هو يحس نفسه عند اعراض كوفيد 19 لا يتجول ولا يفتر بالاسواق او يختلط ويا ناس، لان دول ابرياء ما عندهم علم انه انت حامل الفيروس. وامنيتنا انه دائما العراقيين او كل المواطنين الموجودين هنا غير العراقيين ايضا، ان يعني يا ريت لو كل واحد من عندنا يلتزم او يسوي عزل لنفسه ولو ل 12 الى 14 يوم يكون الافضل، يكون بعيد عن عائلته، بعيد عن أقاربه، بعيد عن التجمع أو أي لقاء، لأن حضرتك من أنت حامل الفيروس وتفتر بالأسواق أو ما شابه ذلك راح تأتي ناس، وهذا أيضا هذا حرام طبعا،
وحرام ورس يعني شرعا هو حرام لأنه أنت تأذي ناس آخرين. شكرا جزيلا. وإذا أكو أي سؤال على الكوفيد إنفكشن أو اللقاح نفسه أو عندك أي استفسار أنا مستعد أنه أجاوب عن طريق الكوميونيكيشنز اللي متوفرة حاليا برحابة الصدر وسعة الناس إن شاء الله. بارك الله بك دكتور. أشكرك. وأشكرك على حضورك. شكرا جزيلا. أشكرك. ختاما أستدعكم وأشكركم على حسن متابعتكم وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله.